آلية عمل فاحص باختصار أنه جرد من العميل يجد السيارة اللي يرغب فيها سواء في منصة إلكترونية أو ريفر، يدخل يقدم طلب عن طريق موقع فاحص .sa. احنا بنرسل هذا الطلب الى الوركشوبس اللي حيتواصلوا اوريدي مع مالك السياره انه يتوجه لهم. بعد ما يتم فحص السياره وتاكدوا من حالتها، طبعا بيكافئ مالك السياره بكوبون عباره عن كوبونات بسيطه زي تغيير زيت او شيء زي كذا، ويجي للعميل طبعا التقرير يوضح عن حاله السياره وكذا. من هذه النقطه يبدا العميل عنده خيارين، يا اما انه يصرف النظر عن شراء السيارة أو لا يبغى يشتري السيارة، وهنا احنا نقدم له برضو مزايا أخرى حنتكلم عليها مستقبلا. هذه مزايا إحدى الخدمات اللي نقدمها فاحص. طبعا الخدمة الأساسية خدمة فحص السيارات، نقدم خدمات أخرى ما بعد فحص السيارات اللي هي خدمة احنا ممكن نقدم للعميل خدمة نقل ملكية السيارة بالتعاقد برضو مع معارض السيارات، نقدم نقل السيارة للعميل إذا كانت ما هي في منطقته، تقرير موجز متخصص في مجال تاريخ الحوادث للسيارة وعدد ملاكها وقراءات العداد اللي حصلت للسيارة أثناء الفحص الدوري، بلس إنه نقدم خدمة الضمان الممتد والمساعدة على الطريق في حالة إذا احتاج العميل هذه الخدمة، إحنا نقدمها له بحيث إنه الأجزاء اللي تم فحصها والتأكد من حالتها إحنا نقول للعميل ترى هذه إحنا نعطيك عليها ضمان لمدة 60,000 أو سنة أيهما أول لأجزاء الرئيسية في السيارة على سبيل المثال زي الجرابوكس والمكين والأجزاء المهمة في السيارة. طبعاً حنتكلم عن الماركت سايز، إحنا نتكلم عن أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط في مجال السيارات. هذه الإحصائية كانت عام 2018. نتكلم عن أرقام السيارات اللي تم بيعها تقريباً 1,200,000 سيارة مستعملة، حجم السوق اللي في الإنترنت تقريباً 65% ما يعادل 780 سيارة. إحنا مستهدفين من هذا السوق تقريباً 56,000 سيارة خلال هذا العام إن شاء الله. طبعاً هنتكلم عن المناطق في الأسواق الأخرى، عندنا منطقة الرياض تمثل 35% ومكة 27%، المنطقة الشرقية 19% وباقي المناطق تقريبا تغطى ب 19%. احنا بدأنا مشروعنا از ام في بي في 2019، الحمد لله حققنا أرقام جيدة، شفنا أخذنا فيدباك، طورنا النظام، حاولنا نحسن الخدمة، أخذنا تفاعل العملاء ولا زال في طلب الحمد لله على الخدمة، والناس تقدم لكم جيد. وهذا ملاحظ ممكن أي شخص يخش على جوجل مابس أو معروف ويشوف تقييم الناس اللي كاتبينه عن فاحص. طبعا هذا عدد العمليات والريفينيو. إن شاء الله حنطمح لاستثمار، هذا الاستثمار إن شاء الله بناء على المعطيات حيحقق نمو، حنوصل لمرحلة البريك إيفن في الشهر 16 إلى 18. بالنسبة للفرص اللي موجودة عندنا، الفوركاست نتكلم عنه، تكلمنا انه هذه منطقة تقريبا يعني حسب المعطيات والنمو، هذا الارقام الواضحة امامكم. احدى الشركاء معنا طبعا موجز مع شركة علم متخصصة في مجال المعلومات، ومتعاقدين مع شركة البسامي في مجال النقل والضمان الفحص. طبعا هنتكلم هنا عن نقاط التهديدات والفرص. طبعا الفرص، هناك في فرصة اكيد في السوق لا زال في احتياج، في عدم ثقة، وفي طلب عالي على اما من ناحية في تهديدات طبعا اكيد انه مثلا ازمات معينة قد تحدث في السوق مثل المرحلة الحالية في ركود في السوق عام، ومن ناحية اخرى في ايضا الدخول المنافسي قد هذا منافس عالمي بقوة اكثر. اما من ناحيه انه الفرص، فميزتنا انه احنا طبعا درسنا السوق كثير، جلسنا مده طويله، طورنا، اخذنا فيدباك للعملاء، بنينا سيستم او غطينا نقاط هو ما يطلبه العميل بالضبط. بالنسبه للكمبيوتر عندنا هنا تقريبا لو تكلمنا على مقارنه بسيطه ما بين كمبيوتر زي افحص وكارتيك، هذا على سبيل المثال، طبعا هم يغطوا اجزاء معينه، لكن الشيء اللي احنا نتميز عن تقريبا باقيهم اللي هو احنا نقدم خدمة ضمان الفحص، بمعنى انه السيارة اذا فحصت احنا نضمن هذا الفحص. هذه نقطة جدا قوية، وغير انه احنا طبعا اونلاين، فالعميل يقدر يدفع عن طريق الاونلاين وياخذ التقرير وسرعة التواصل والحمد لله وتغطيتنا للمملكة العربية السعودية. طبعا هنا حنتكلم عن الوركشوب اللي احنا مغطيناها، تقريبا هذه
معظم مناطق المملكة المغطين جدة ومكة والمدينة، في الرياض القصيم حايل، في المنطقة الشرقية عندنا الدمام الجبيل، في المنطقة الجنوبية أبها نجران، وإن شاء الله في توسع نحن نغطي جميع مناطق المملكة. فريق العمل أكلمكم عن نفسي، أحمد النجراني CEO، هاشم الشيباني هو ديجيتال ماركتينج، حفصة ماسكة الاي تيز. أما في حالة رغبة العملاء المستمعين في المعلومات أكثر أو نحو نظر الاستثمار في هذا المشروع، أترك لكم أرقام التواصل هنا موجودة، أكون موضح عندكم. شكر جزيل لكم، شكرا لحقيقة للدعم الكامل وغير مسبوق صراحة لمسرعات إنسباير وإس تي سي. أشكر فريق العامل هناك شخص شخص بدون ذكر اسمه عشان لا ننسى أحد. أشكركم على هذا الوقت وشكرا لتواصلكم.